قبل 4 سنوات اتفق الجانبان الصيني والعربي على إقامة شراكة استراتيجية قائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو مستقبل أفضل. فما هي أهم جوانب هذه الشراكة؟ يدفع الجانبان الصيني والعربي الالتحام بين استراتيجيتهما التنموية بما يربط حلم الأمتين العظيمتين بالنهضة بشكل وثيق. يحرص الجانب الصيني على المشاركة في بناء موانئ وشبكات سكك حديدية بالدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين بنشاط على دفع نظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية للمساهمة في تنمية الدول العربية. تعمل الصين والدول العربية على تعزيز التنسيق والمواءمة الاستراتيجية، كما تواصل الصين الحفاظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية. في عام 2021 بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكي، وحقق التعاون الصيني العربي فوائد ملموسة للشعبين. تواصل الصين والدول العربية ريادتها في الانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل بين الحضارات. تعزز الصين بشكل فعال التبادلات والتعاون مع الدول العربية في المجال الثقافي، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز التفاهم بين الشعبين. منذ تفشي كوفيد-19 تعمل الصين والدول العربية معاً للتغلب على الصعوبات، فقدمت حكومات وشعوب الدول العربية دعماً ومساعدة بشتى الأشكال للصين في اللحظة الحاسمة لمكافحة الوباء في البلاد. وفي المقابل اتخذت الصين سلسلة من إجراءات المساعدة. لغاية أكتوبر عام 2022 قدمت الصين أكثر من 340 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية. كانت الصين وستظل صديقاً وشريكاً جيداً للدول العربية. ستواصل الصين والدول العربية العمل معاً للتغلب على المصاعب والتحديات في سبيل خلق مستقبل أفضل للمنطقة والعالم بأسره.